أكيد واحد بس يقارننا بإسرائيل وممكن حتى بالدول الخليجية بحس بالإحباط. وأنا من سنتين لليوم رفضت أنه فوت بمقاربة بتدفع اللبنانية وجيل الشباب والأنتربرنورز للإحباط. بالعكس، نحن بدنا نتطلع للمستقبل بتفاؤل رغم كل الصعوبات اللي عم نمرق فيها، وأكيد كلكم بتعيشوها، والأخبار اللي بنشوفهم كل يوم يلي هيك بتدفعنا لليأس. فوزارة الاتصالات رفضت هذه المقاربة، ومن سنتين لليوم أنا طلعت بالإعلام عم جارب دايماً خليهم طلعت إيجابية ودايماً حط اللبنانية بالصورة عن شو عم بيصير وشو عم بيتغير بقطاع الاتصالات بلبنان. أكيد بأول مرحلة كان التحدي الكبير هو البنى التحتية، لأنه من سنتين وقت استلمت أنا الوزارة إذا بتتذكروا كان الواحد يحط الإيميلات داونلود تبعه بالليل على الدي اس ال، يروح ينام ويصلي إنه بكرة إنه الصبح هالعشرة 15 إيميل اللي بيكون يمكن 1 ميجا بيت كلهم سوا إنه يكونوا نزلوا بالليل، لأنه كانت الكونكشن بين 40 والخمسين كيلو بيت بير سكند، وكان الأج بعده واصل بس بعده كمان عم بيعطي معدلات من 50 لل 100 كيلو بيت بالسكن. فنحن تنقدر نحكي هالحديث اللي عم نحكيه هلأ عن اقتصاد رقمي وعن إيكو سيستم وعن ستارت اب، كان لازم نكون بغير محل، يعني بهالمحل مستحيل حتى هالحديث نعمله. فكان أول سنتين الجهد الأكبر كان إنه ننجح النقل النوعية بالإنفراستراكتشر بالفيكست وبالموبايل لمستوى نقدر اليوم نكون قاعدين عم نفكر كيف بدنا نعمل إيكو سيستم وديجيتال إيكونومي وننجح تنبلش نحلم إنه نصير مثل هالبلدان اللي أوقات منقارن حالنا لهم. وهذا الشيء نجحنا، يعني اليوم نحنا عم يكون عنا الاي تي يو تما نحكي تما ينقال إنه أنا عم بحكي عن اللي أنا عملته. الاي تي يو الانترناشنال تيليكوميونيكيشن يونيون طلعوا الانيول ريبورت تبعهم من شهر، ولبنان تصنف أول دولة بالعالم بالتقدم بال 2012. بال 2011 كنا من السبع دول الأول بالتقدم، بال 2012 كنا أول دولة من أصل 157 دولة بيقيسوهم. وهذا الشيء أكيد كلنا بنلمسه، صار الـ 3G السبيد تبعه كتير يعني we compare very well للانترناشنال average بال 3G، وبال DSL بعدنا على 1 to 2 ميجابيت بير سكند مع المشاكل اللي منعانيها بالقطاع بالفيكس نتورك، بالمشاكل اللي بتعرفوا انه بعاني منها مع أوجيرو، مع رئيس هيئة أوجيرو مدير عام وزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف. عنا شوية عرقيل بس هالأفزع عملناها، يعني كنا بال 128 كيلو بيت هلأ صرنا بال 1 to 2 ميجا بيت. هلأ تنروح بعد لقدام، بدي جارب ضل إيجابي، بدي لكم شغلة إنه بلا مجلس وزراء في إشياء ما بتنعمل. عم نحكي هلأ infrastructure، في إشياء ما بتنعمل، يعني إذا بدنا نعمل fiber to the home ونحن جاهزين دفتر الشروط جاهزة ما فينا نطلق المناقصة بلا مجلس وزراء. إذا بدنا نرجع ننزل التعرفة تبع الباندويتس، كمان مرسوم التعرفة بده مرسوم، يعني بده مجلس وزراء. ففي كم شغلة هلأ ما فينا نعملها إلا ما نرجع يعني يصير في مجلس وزراء، يا بالظرف الحالي يا إذا تشكلت حكومة جديدة. أما الإيكو سيستم، الإيكو سيستم بلش الحديث أنا بالنسبة لي بلش من 8 أشهر 9 أشهر بلشت أطلع بالإيكو سيستم، لأنه الإنفراستراكشر كانت عاملة الأفز المينيموم اللي مفروض تعملها. رحنا عند حاكم مصرف لبنان، حطيناه بالصورة قدام هم الفاينانسينج تبع ستارت اب، قدي هالإيكو سيستم بلش يركبوا البريكس الأساسية تبعوله، وعملنا البيروت ديجيتال ديستريكت وعملنا ديجيتال زونز، يعني في كتير إشياء ركبت. بعد كان في مشكلة كبيرة يلي هي الفاينانسينج للأنتربرنورز. حاكم مصرف لبنان فهم قدي هيدا القطاع قطاع الرقمي بيقدر يكون آخر فرصة للبنان إنه يعمل نمو وياخد دوره بالمنطقة وبالعالم.
عمل تعميم 331 بيأمن 400 مليون دولار للستارت اب بي ان ذا فورم اوف اكويتي. شو بيقولوا اكويتي بالعربي؟ شو استاذ بهيج بجاوب؟ مساهمه بشكل مساهمه. فاليوم ايه يعني بلبنان عم بيصير شيء وبيقدر يصير هالشيء بطريقه اندستريلايز. يعني ما يكون يعني اليوم عندنا سكسس ستوريز كثير حلوين بيقنعونا انه اللبنانيين بيقدروا يبدعوا بهالعالم وينافسوا اسرائيل، وهالسكسس ستوريز صاروا قبل ما نجي ونعمل كل هالشيء. يعني قادرين اليوم بهالتمويل ب 400 مليون دولار قادرين نعمل اكثر بكثير، واذا في عندنا اليوم بلبنان 100 ستارت اب قادرين يصيروا 10,000 بعد كم سنه. وهذا الشيء يلي لازم، وانا بوافق 100% انه لازم يكون عمل كل اللبنانيه، يعني كل الافرقاء السياسيه، كل الحكومه، يعني يكون هذا عنوان تحدي ناخده كلنا سوا، مش وزير اتصالات لوحده. اصلا وزير اتصالات لازم يكون وزير اي سي تي، بس مش وزير الاي سي تي لوحده، لازم يكون الحكومه كلها بالفيجن تبعيتها انه بدنا نعمل اقتصاد رقمي بلبنان، وبدنا نعمل لبنان منصه رقميه بالمنطقه. وصار المينيموم موجود، بس بدنا نروح اكثر من المينيموم، بدنا نحط طاقتنا في بهذا الموضوع، دعم مطلق لهذا المشروع، لانه في محل فينا ناخده بالعالم حاليا، واللبنانيين مهيئين احسن من اي بلد بالمنطقه انه ياخذوا هالمحل، لانه اللبناني خلاق ومستوى العلمي تبعه وكفاءته كثير عاليه، وبدل ما يهاجر وهالكفاءه يبرهنها بالخارج وبغير بلد، بلد بالمنطقه وبلد بعيد من عنا، ويرجع يبعث مصرياته لاهله على لبنان، خليه ينجح بلبنان، يعمل ستارت اب تبعيته بلبنان، يصنع او يطلع بفكره جديده بلبنان ويبيع على العالم كله من لبنان. والديجيتال ايكونومي هي بتسمح لهالشيء باسهل طريقه، لانه اتس بايب، ديجيتال بايب، بيبعث الواحد السيرفيسز الاي تي سيرفيسز تبعوله من لبنان، وبيروح وبيسافر وبيرجع وبيكون الهب تبعه بلبنان. هذا الحلم تبعنا. انا برايي هذا الحلم صار كثير قريب، لانه في كثير اجزاء مكونات اساسيه ركبت. اكيد بعد في كم شغله لازم نشتغل عليها، بس يعني بعدين بيصير التحدي عندكم. يعني ما بعرف اذا اليوم الجمهور انتربرينورز، التحدي عند الانتربرينور كمان انه ايه يقدر يكون عنده الديسيبلين اللازمه ويقدر يطلع بالفكره المنيحه ويبرمجها بطريقه منيحه، يسجلها بامريكا بالكوبي رايت تما حدا يسبقه عليها بالعالم، لانه هذا العالم في لعبه وقت سرعه، اللي بيسجل اول واحد هو بياخد بعدين الاسواق. شغله اخر شغله بقولها للانتربرينورز، ما تتطلعوا بالسوق اللبناني، السوق اللبناني كتير صغير. ويعني شو عم نحكي عن هلا رح نقطع المليونين داتا يوزرز على السمارت فونز، يلي هو رقم قياسي بالعالم، يعني نحن سابقين معدل اوروبا. بس قد ما يكون يعني بضلوا المليونين، انا برايي بده يطلع يا بال 300 مليون اللي بيحكوا عربي، هذا بالمينيموم، يا بالمليارين يلي هن بيتداولوا بالانجليزي. هذا السوق تبعكم، لانه يعني هذا السوق يلي اذا اخذوا الواحد قفز بالنجاح، واذا ضل عم يعمل ابلكيشن للدليفري بلبنان برايي بيكون كثير محجم حاله. فخلينا نطلع بالاسواق العالميه، ونحن كوزاره اتصالات نحن داعمين على الاخر، ومن بكره لعشيه عم نشتغل لتقدروا تنجحوا. وميرسي. شكرا معالي الوزير.